ما هي الأحكام التي يجب على المسلم أن يتبعها عند فوات فرض من الفروض كصلاة المغرب مثلا؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه أن يبادر بقضاء الصلاة. إذا فاتته صلاة وخرج وقتها بسبب نوم أو بسبب نسيان فإنه يبادر بقضائها متى ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم.